وكانت المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية بين وفد حكومي وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل قد جرت بوساطة من أطراف سياسية أبرزها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر من أجل إلغاء الإضراب العام أو تجميده. ونتحول مباشرة إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي لمعرفة أبرز ما تمخض من نتائج لمفاوضات الساعات الماضية. حتى التو كان خطابي متفائل، حتى التو كان خطابي متفائل وإن شاء الله ديما يبقى متفائل عندما نتحدث على تونس وعلى حاضرها ومستقبلها. لكن الأحداث الخطيرة والأليمة اللي مرت بها بلادنا في الأسابيع الأخيرة، سواء تعلق الأمر بسليانة وأحداثها المؤلمة أو بشيء اللي وقع في ساحة محمد علي والاعتداء على مقر الاتحاد وعلى قيادته، أو أخيرا الأحداث الخطيرة اللي استشهد فيها أحد أبنائنا الأعزاء، يعني نترحموا عليه، وهي مناسبة باش نقدم أحر تعازية لعائلته، بحيث هالأوضاع هذه تفرض علينا وقفة تأمل باش نقيم أوضاعنا ونسطر خريطة بالنسبة للمستقبل. الشيء اللي وقع يوم 4 ديسمبر كان شيء مؤلم، وأنا نفهم مليح كونه تحت تأثير الصدمة قيادة الاتحاد مشات في اتجاه الإعلان عن إضراب عام. وهون نحب نأكد وأن حق الإضراب هو حق دستوري، ما يسمح حتى حد باش يجرم هذا الحق أو يحرمه. لكن في نفس الوقت الإضراب العام مش حاجة بسيطة، الكلنا نعرفه ونتصور، وأن قيادة الاتحاد أكثر من غيرها تعرف الانعكاسات على الاقتصاد التونسي، على الوضع الاجتماعي، على الاستثمار الخارجي، على الجو المناخ بالنسبة للاستثمار الوطني، وكذلك التأثير الغير مباشر وهو سلبي كذلك على صورة تونس يعني في الخارج، وما ينتج عن ذلك زاد كذلك في العلاقات الخارجية وفي خلق المناخ الملائم للاستثمار وللسياحة ولكل العناصر اللي تساهم في إعادة الديناميكية الحقيقية للدورة الاقتصادية، وما ينتج عن ذلك من خلق مواطن شغل والتصدي للبطالة. بحيث هذه مسألة يعني ما هيش سهلة، بالطبع هي ترجع إلى قيادة الاتحاد وإلى مسؤوليها، لكن لابد من تقييم ما فيها إيجابي وما هو سلبي. وأنا كرئيس للمجلس الوطني التأسيسي من مسؤوليتي أني أسعى دائما إلى تسهيل المسار الديمقراطي وإلى الوصول بأقل التكاليف إلى تنظيم الانتخابات القادمة، إلى صياغة الدستور في أفضل الظروف، وإلى معناتها الابتعاد عن كل التجاذبات السياسية وعلى المخاطر التي تحدق بتونس بين وقت وآخر. هذا فرض علي كونه انطلاقا من تاريخي النقابي، نضالي السياسي، ووقوفي المتواصل والمستمر إلى جانب الاتحاد وقضايا الشغالين، وكذلك من موقعي كعنصر حزبي مساهم في الترويكا الحاكمة، وما يسمح ذلك بتقريب وجهات نظر، كل ذلك فرض علي كونه نسعى باش نقرب الآراء ونرفع سوء التفاهم اللي قد يحصل حتى بين الإخوة. والحمد لله لقيت لدى رئيس الحكومة السيد حمادي جبالي والأمين العام للاتحاد السيد حسين العباسي، لقيت لديهم إرادة قوية
وحزم للوصول إلى الحل المناسب لهذا الوضع الذي نمر به. بالطبع القرار النهائي يرجع للاتحاد العام التونسي للشغل وللهيئة الإدارية، وأنا في هذا الصدد بالطبع أدعو إلى أن يكون القرار هذا النهائي في مصلحة تونس، ونعرف أن التوانسة مهما اختلفوا دائما يضع مصلحة تونس فوق كل الاعتبارات. هذا مع العلم وأن إن شاء الله نتجاوز هذه الأزمة، بعد ذلك لا بد من تنظيم الحوار، وأنا كرئيس المجلس الوطني التأسيسي أقول أن هذا المجلس أبوابه مفتوحة لكل الأطراف السياسية، ولا بد من تفعيل المبادرة التي قام بها الاتحاد العام التونسي للشغل، وأنا مستعد أن أقبل تحت قبة المجلس مواصلة هذه المبادرة بتشريك يعني الكتل النيابية، بتشريك الأحزاب الممثلة في صلب المجلس، بتشريك قوى المجتمع المدني، وبالطبع في مقدمتها وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، حتى نعيد خريطة، نعد خريطة الطريق، رزنامة نحدد فيها وقتاش باش نكمل الدستور، وقتاش باش نصادق على القانون الانتخابي، وقتاش باش نحدد موعد للانتخابات. الموعد اللي اقترحته الترويكا في جوان ممكن، لكن الموعد هذا ماهوش مقدس، والمهم هو الوصول إلى التوافق، لأن بقدر ما الشرعية الانتخابية شيء أساسي، بقدر ما أنا في المرحلة هذه نحن في حاجة إلى شرعية توافقية. وفقنا الله جميعا لخير تونس، عاش تونس، عاشت الديمقراطية، وإن شاء الله ما ثم كان الخير، ولتونس رب يحميها، ولتونس رجال ونساء، بناء أبناء وبنات يحرصوا على أنها تكون يعني أرض الفضل وأرض الخير، وإن شاء الله المستقبل بين أيدينا، ونواصلوا في حماية تونس، ونواصلوا في صيانة مكتسباتها، وإن شاء الله كل شيء بالتوافق، وإن شاء الله بالوفاق. كان هذا ربطا مباشرا من مقر المجلس الوطني التأسيسي، ومنه تكلم السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي.